بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم النهارده. والنهارده عايزين نتكلم على حاجه مهمه جدا وممتازه جدا في علاج الانزلاق الغضروفي، الا وهي دخول المناظير الجراحيه في علاج الانزلاق الغضروفي. الحقيقه يعني حاجه ماجيك فانتاستيك، حلم رهيب جدا. يعني ازاي ان احنا نقدر نوصل للغضروف ونشيل الجزء منه اللي هو المعطوب او اللي ضاغط على العصب من خلال انبوب صغير، وندخل منه كاميرا والات، ونقدر نشيل الغضروف ده من خلال الفتحة الصغيرة ديت، وبدون ما نأذي العصب او نضر العصب. حقيقة حاجة جميلة جدا جدا، بحيث ان هي تقدر تحافظ على العمود الفقري، وتحافظ على العضلات، وتحافظ على الانسجة كما هي. يعني بعد عملية المنظار بيبقى المريض كأنه هو ظهره ما اتفتحش، او ظهره ما اتعملش فيه عملية. غرزة واحدة فقط فتحة حوالي سنتي او اقل من سنتي، بحيث ان يتم منها اجراء العملية. اهم حاجة التشخيص واختيار المريض المناسب، لان مش كل الحالات ينفع فيها هذا التكنيك. لازم تكون حالة محددة، يكون في غضروف طالع بشكل معين، الغضروف ده ضغط على العصب بحيث يتشال، القصة تنتهي. ما ينفعش في الفقرات اللي هي تكون سايبة من بعضها، فقرات متخلخلة فمحتاجة عملية تثبيت فقرات، يبقى هنا المنظار في الحد ذاته مش هيقضي على المشكلة، وهيفضل عدم ثبات الفقرات ده هو المشكلة. فبالتالي هيحتاج تداخل تاني، او يحتاج تثبيت، او يحتاج عملية تانية. فاذا اختيار الحالة والتشخيص السليم هو ده الاساس في الموضوع، ولازم يكون المكان فيه امكانيات عالية جدا. لازم يكون فيه جهاز سي ارم، جهاز الاشعة اللي هو المتنقل اللي احنا بنعتمد عليه في ان هو بيوصلنا لمكان الغضروف من خلال ابرة صغيرة ندخلها على منطقة محددة في الفقرات، بحيث نقدر من خلال الابره دي ندخلها، بعد كده ندخل عليها انبوبه، ندخل عليها حاجه توسع، بحيث الانبوبه الواسعه ديت نسبيا طبعا مش واسعه كتير، ندخلها جوه الغضروف، وبعد كده نيجي نشيل ندخل بعد كده المنظار والالات، ويبقى شايفين اللي احنا بنشيله عن طريق المنظار، زي ما هوضح لحضراتكم في الحاله اللي موجوده معانا ديت، ونتابع مع بعض ان شاء الله. السلام عليكم. دي حالة المريض قبل العملية. احكي لي بقى التعب بتاعك ايه بالظبط بالتفصيل. كنت بعاني ب لا التعب، يعني التعب؟ تفصيل التعب مش الزخم والظروف، يعني تحس بايه يعني حاليا؟ لا الحمد لله، يعني مش زي الاول يعني تمام، بس ما يعني دلوقتي ايه اللي تعبك عشان كده داخل تعمل عملية؟ مش دلوقتي هنعمل عمليات اهو. ايه بتحس بايه بقى؟ ظهرك قطنيه بالظبط، يعني ظهرك وسمع في رجليك. بالظبط. اليمين ولا الشمال؟ الشمال واليمين ساعات. الشمال واليمين ساعات. طيب الوجع في حته في رجليك بالظبط؟ هنا مثلا في عضله الخلفيه ديت، حد السمان. تمام. بالك قد ايه بقى الكلام ده؟ مثلا تعب بقى قد ايه؟ سنه ونص سنتين. طب والمشي والحركه؟ لا بمشي كويس، بس ما بعرفش مثلا اطاطي غير ما اسند على حاجه. بحس ان انا مثلا كبير في السن، بس انا لسه صغير يعني. ايوه بيأثر في الحاجات دي. بأثر في حاجات كتير يعني. تمام. دي اشعه الرنين المغناطيسي ومبينه الغضروف اللي طالع من مكانه واللي ضاغط على العصب، سواء في المنظر العرضي او المنظر الطولي، وباين الفقره الرابعه والخامسه في غضروف كبير ضاغط على المقاع وهو اللي عامل الالم ده، وده اثناء المنظار. بناخد علامه على مكان الغضروف عن طريق جهاز الاشعه السي ارم، وبنحدد بالظبط
موقع الغضروف وموقع دخول الابره اللي احنا هندخل عليها، ودي صوره الاشعه اثناء العمليه بتورينا بالظبط مكان الغضروف، وده مكان الدايليتور او موسع اللي هنركبه على الابره ديت عشان يوصل لنا الغضروف، وندخل سنه سنه جوه الغضروف، وبعد كده بنركب المنظار علشان نشيل الغضروف دوت، وكل ده بيتم عن طريق المنظار وعن طريق الاشعه اللي هو السي ارم، وكل ده الصوره موجوده شايفينها على جهاز الاشعه وشايفينها بالمنظار الجراحي، بحيث ان احنا بنوصل للغضروف بامان ونشيل الغضروف دوت. ويبقى احنا بصينا على الجهاز وبصينا على جهاز الاشعه والمريض، وكل ده ببنج موضعي، لازم يكون ده بمخدر موضعي عشان المريض بيدينا ريبورت عن الحاله بتاعته، ولو في اي حاجه حاسسها غلط، وده الغضروف يعني بقايا الغضروف او الاجزاء اللي احنا قدرنا نجمعها من الغضروف اللي بتطلع في سائل كده قدامنا اهوت. الابره ديت مليانه من الاجزاء اللي طالعه من الغضروف، ودي برضو اجزاء اخرى كانت واقعه على الفرش اثناء العمليه، فرش العمليات او فرش المعقم. والمريض بيدينا ريبورت في نهايه الحاله يقول خلاص الوجع راح، وده الغرزه واحده اهوت. العمليه بعد الجرح بعد العمليه عباره عن غرزه واحده فقط زي ما احنا شايفين في جنب المريض، لا تكاد ترى بالعين، ودي حاله المريض بعد العمليه مباشره قبل ما يخرج من العمليات. اخبار رجلك ايه؟ الحمد لله. حركها كده اتنيها وافردها ماشي جدع. ها الوجع اخباره ايه؟ اختفى خالص. اختفى خالص الحمد لله. الحمد لله. وده شكل الجرح بعد اسبوعين من العمليه وشلنا الغرزه، لا تكاد يرى اي جرح ولا اي حاجه. هو ده شغل المنظار فعلا، ثورة هائلة في مجال الطب وفي مجال علاج الانزلاق الغضروفي بتدخل محدود وعن طريق استخدام الأجهزة الحديثة والأجهزة الرؤية وأجهزة الأشعة، وده المريض نفسه. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. احنا بقالنا دلوقتي عاملين عملية المنظار بتاع الغضروف اسبوعين. اسبوعين. وايه الأخبار دلوقتي على حسك؟ الحمد لله تمام. التنمير راح وال يعني بقيت احسن شويه من الاول يعني. احسن كتير. التنمير راح يعني. والماشي اخباره ايه؟ ماشي الحمد لله يعني تحسن عن الاول. يعني تحسن كتير. يعني بعد العمليه بقيت امشي لوحدي وكده يعني بقيت حلو يعني. بشكر حضراتكم على مشاهده الفيديو، يا ريت ما ننساش اللي مش مشترك في القناه يشترك فيها ويضغط على زر التنبيهات، ونعمل مشاركه للفيديو عشان ده في معلومات تفيد ناس كتير. وألقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.